بوابة البحرين لايف مع خالد محمد. جوائز ومسابقات تنتظركم. مستعدين؟ يلا احنا على الهواء. السلام عليكم متابعينا، الله يتقبل منا ومنكم الصيام ان شاء الله. شلون الصوت؟ كل شيء اوكي؟ عشان نبدي. اوكي تمام. شفتوا البوست اللي نزلناه اليوم؟ اكثر كلمة يقولونها البحرينيين. شفتوا التعليقات؟ تعليقات الناس شلون حلوة. كم تعليق؟ 212 تعليق. اغلب التعليقات كانت على كلمة إيلا. انزين يلا لا اش دعوة يصير خير. هذه أكثر خمس كلمات بحرينية تنقال بناء على رأي متابعينا. متابعينا، عدة وزارات في مملكة البحرين أطلقت مبادرات ذكية وإبداعية وتفاعلية خلال هالفترة، من ضمنها وزارة شؤون الإعلام قامت مشكورة بإعداد برنامج تلفزيوني أنت في البيت. وزارة الشباب والرياضة قامت بإطلاق فلتر تفاعلي مثل ما احنا نشوف حاليا على الشاشة. هذه الفلتر موجود في حساب MYSPHR اللي هو وزارة الشباب والرياضة. وآخر مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة عبارة عن تقدر تربح عربة متنقلة إذا جبت لهم فكرة حلوة حق مشروعك وخطة مالية متكاملة. وطبعا آخر موعد للتسجيل 6/6/2020. وايد مبادرات حلوة صراحة قاعدة تطلقها الوزارات، نتمنى الكل يشارك فيها وفال الفوز بإذن الله. متابعينا، حاليا نستعد حق اطلاق المسابقات التفاعلية وياكم من خلال انستا بوابة البحرين لايف، وجوائز عديدة تنتظر الفائزين ويانا ان شاء الله بعد شوي. حيا الله كل الموجودين ويانا، نورت البث ان شاء الله بعد شوي بنبدي. وايد يعجبني تفاعلكم الصراحة في اللايف وفي الكومنتات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، كل اللي سلموا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله عاد الكل قاعد في البيت، نبي الكل قاعد في البيت والكل ملتزم. ورمضان هالسنة رمضان الأسرة، جو وايد حلو، كل الأسرة مجتمعة مع بعضها البعض وقاعدة في البيت على مائدة الأفطار. ما زلنا منتظرين المكالمة الأولى ان شاء الله بعد شوي بتوصل لنا. تقدرون تسجلون عن طريق b4bh.com وتكتبون اسمكم ورقم التواصل وياكم علشان تفوزون ويانا ان شاء الله ويصير لكم الحظ السعيد ويانا. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ نايف خليفة. يا مرحبا اخي نايف، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. شلون شهر رمضان وياك؟ الحمد لله. الحمد لله. نايف نستعد حق اسئلتنا الخفيفة الحلوة اللطيفة. اي نعم. نايف يقول لك السؤال جدا بسيط واذا كنت مركز اكيد بتجاوب اجابة صحيحة. شنو المعلم اللي موجود خلف الفئة الورقية 20 دينار بحريني؟ ايد السؤال اخوي. شنو المعلم اللي موجود خلف الفئة الورقية 20 دينار بحريني؟ أقول لك الخيارات؟ نعم. باب البحرين، جامع الفاتح، قلعة عرود. باب البحرين. يا نايف وعندك 20 في المخبر شيك. مرات مرزاني. الخيارات باب البحرين، جامع الفاتح، قلعة الرفاع. قلعة الرفاع. لا يا نايف. باب البحرين. عيل. لا يا نايف. خير الأمور الوسط. إيه جامع الفاتح هو اللي موجود خلف الفئة الورقية 20 دينار. خلينا اسمك ويانا وبدش ويانا إن شاء الله في السحب وبنشوف من يفوز ويانا نهاية اللايف. تسلم أخي نايف. شكرا يعطيك العافية.
ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا وننتظر ثاني اتصال ويانا. مثل ما قلت لكم تقدرون تسجلون ويانا عن طريق b4bh.com وتخلون اسمكم الثلاثي ورقم التواصل وياكم، وان شاء الله بيتم السحب الكترونيا على الاسم اللي بيشارك ويانا في اللايف. وانتم بعد متابعينا اللي قاعدين تطلعونا حاليا في اللايف، ان شاء الله نهايه اللايف بنسحب على 5 اسامي ويانا، بندخلهم دايركت في السحب ويانا. سامعكم؟ الو، مرحبا. سلام ورحمه الله، مبارك عليك الشهر. الله اخوي، لانه عليك الله يسلمك من صالح الاعمال. امين وياك ان شاء الله. عبد المنصور الله يسلمك. يا مرحبا فيك اخوي حامد، شو اخبارك؟ سلام. شلون شهر رمضان وياك؟ والله بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. حامد مستلحق سؤالنا؟ تفضل. زود فضلك. يقول لك السؤال: متى تم افتتاح جسر الملك فهد اللي يربط بين البحرين والسعودية؟ تبي خيارات؟ 1986. ما شاء الله لا قوة الله بالله، ما شاء الله. من أول شيء إجابة صحيحة يا أخوي حامد، واسمك دش ويانا القرعة، وإن شاء الله تفوز ويانا نهاية اللايف. يا مرحبا الله يحييك. يعطيك العافية. ما شاء الله بعض المتابعين دايركت الإجابة عندهم جاهزة، ويبين عندهم كم كبير من الثقافة والمعلومات. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا وننتظر ثاني مكالمة. يا مرحبا، سامعينكم؟ عليكم السلام والرحمة. من معنا؟ سيد علي وياك. يا مرحبا سيد، شخبارك؟ الحمد لله. بارك عليك الشهر. علينا وعليك الشيخ بالخير. مستعد حق السؤال؟ اي نعم مستعد. أخوي سيد يقول السؤال: متى وصلت السيارة كينغ وهي أول سيارة توصل للمنامة من لندن؟ متى وصلت سيارة كينغ وهي أول سيارة توصل حق البحرين من لندن؟ سنة 1917 1918 1919 و 19. شلون عرفت الإجابة؟ يعني بالحظ. لا صح صح يا سيد، إن شاء الله اسمك بيدش ويانا في القرعة، وإن شاء الله تفوز ويانا بإذن الله. شكرا، ما قصرت. يعطيك العافية، قواك الله سيد. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا، ما شاء الله اشوف المتابعين اسئلتنا لهالدرجة سهلة ولا؟ شكل اسئلتنا سهلة، تبون صعب الاسئلة باجر؟ السؤال اللي موجودين ان شاء الله في اللايف بيكون نهاية اللايف ان شاء الله، بندخل 5 إلى 4 أسامي ويانا بإذن الله. سامعينكم؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ عابد مع ابو خليفه. يا مرحبا اخي عابد، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم. مستعد حق السؤال يا عابد؟ اي نعم اخوي. يقول لك السؤال: كم ثانيه في النص ساعه؟ كم ثانيه في النص ساعه؟ ايش رايك اعطيك خيارات؟ نعم اخوي. 1800 خلني أقول لك: 1800 أوكي. ثانية، 1600 ثانية، 1400 ثانية. 1800 ثانية. أكيد. بجوجل ولا بدون جوجل؟ بدون جوجل. أكيد. أكيد. خلاص، بنخلي اسمك ويانا يا عابد في السحب، وإن شاء الله نشوف من يفوز ويانا نهاية الحلقة. تسلم يا عابد. إن شاء الله. يعطيك العافية. مشكور العافية. حياك الله. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا وننتظر المكالمات، المكالمة الخامسة ننتظرها بعد شوي. مثل ما قلت لكم طريقة التسجيل على b4bh.com، وفضل ما تجهز المكالمة الخامسة قولوا لي ايش رايكم في اللايف لحد الحين من ناحية التقنية، مكالمات وإضاءة ولوجو وبنرات، حركات حلوة ان شاء الله، والجاي احلى بإذن الله. ننتظر المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام، مبارك عليك الشهر. علينا عليك الله يسلمك. من معنا؟ مريم وآدم. يا مرحبا مريم. مريم أحنا. مستعدة حق السؤال؟ إن شاء الله. تعرفين مركز البحرين التجاري العالمي؟ أتوقع مركز البحرين التجاري العالمي. تعرفينه اللي المبنى اللي في المنامة
مشهور يعني واحد من المعالم، معالم البحرين إيه اللي في اللي في المراوح. ما ادري انا على يوم قبل كانوا يودونا بس قلعة عراض وقلعة البحرين هذول. احنا قبل على يومنا بعد على المتحف بس وكورنيش الملك فيصل. انزين في في معلم في المنامه اسمه مركز البحرين التجاري العالمي وتحته في مجمع مودا مول. هالمبنى في كذا جسر، جسور هوائيه. خلينا نشوف وياك الاجابات اللي موجوده والخيارات لك. يقول لك كم جسر هوائي موجود في مركز البحرين التجاري العالمي؟ جسر واحد، جسرين، ثلاث جسور. أقول اللي موجودين في حاليا في اللايف يقولون لك في بانكات، فالمفروض يعني وصلت الإجابة. لا ما ها يا مريم، كم جسر هوائي موجود في مركز البحرين التجاري العالمي اللي يوصل بين كل مبنى ومبنى؟ إيه أنا قلت ثلاثة بس. ثلاثة أكيد. ما عجبتك الإجابة؟ إيه أنا قلت ثلاثة بس. زين ثبت. مثبت 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 خلاص اجابتك صح وان شاء الله تفوزين ويانا نهايه الحلقه. تسلمين يا مريم. يعطيك العافيه. حياك الله. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا. ما شاء الله الاجابات اغلبها اللي موجوده في اللايف صحيحه، وان شاء الله يحالفكم الحظ يا اللي جاوبون حاليا صح في اللايف وتدشون ويانا نهايه اللايف على السحب. ننتظر المكالمه اللي بعدها، المكالمه السادسه. إيه ان شاء الله في اسئله حق المشاركين ويانا في البث. باذن الله نهايه اللايف بيكون عندنا سؤال واحد وبنختار 4 إلى 5 مشاركين ويانا في اللايف بندخلهم ويانا في السحب وبنشوف من يفوز ويانا من المكالمات او من اللايف. سامعكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا، من معنا؟ اهلا شيخ، معك تامر عبد الله. سلام يا شيخ. يا مرحبا استاذ تامر، مبارك عليك الشهر. اهلا وسهلا فيك، الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وانت بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. ايش اخبار الفطور؟ والله الحمد لله رب العالمين، ماشي الامور. الحمد لله، ان شاء الله قاعدين في البيت. الحمد لله. قاعدين في البيت اه. الحمد لله، مستعد استاذي حق السؤال؟ ان شاء الله. تعرف تعرف بيت القرآن استاذ تامر؟ ايوه. في وين يكون؟ في المنامة. في المنامة. زين تعرف سنة كم تم افتتاحها؟ سنة كم تم الافتتاح؟ اي نعم اعطيك خيارات. تقريبا 1900 92 في الحدود 1990 على ما اظن. الله اكبر الله اكبر، اجابة صحيحة يا استاذ تامر، وبندخلك ويانا في السحب وان شاء الله تفوز ويانا باذن الله اليوم. تسلم يا تامر. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافية. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا، وان شاء الله يحالفكم الحظ ويانا. والله كل الاتصالات اللي قاعدين ناخذها ناخذها بالقرعة الالكترونية، واي اسم يطلع قدامنا ناخذه بدون اي استثناء، وان شاء الله يحالفكم الحظ ويانا وتفوزون ويانا باذن الله. ننتظر المكالمة السابعة ويانا ان شاء الله تجهز بعد شوي. والله شكل اسئلتنا اسئلتنا سهله، شكل باجه بصعب الاسئله، ما بحط لكم حتى خيارات. السلام عليكم. الله. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، من معنا؟ زهراء عبد النبي. يا مرحبا زهراء، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. مستعده حق سؤالنا؟ ان شاء الله ان شاء الله. سؤالك بسيط يا استاذه زهراء، يقول لك السؤال: متى تم افتتاح متحف موقع قلعه البحرين؟ تعرفين قلعة البحرين يمها مبنى اسمه متحف موقع قلعة البحرين. متحف موقع قلعة البحرين. إيه متى؟ نعم. متى تم افتتاحه؟ اللي في قلعة البحرين، المتحف اللي صوبه. ايوه المتحف الابيض. اقول لك خيارات بدل ما تدورين في جوجل. ايه 2007 2008 2009 2007 2000 ثمانية 2009 2007. ما تبين تغيرين إجابتك يا زهرة؟ لا بس لحظة شوي. ساعدني. لا يلا غير الإجابة، يمكن صح يمكن غلط.
غير الإجابة، أنا أقول ليش غير الإجابة. إنزين 2008 قصدي 8 ها 2008 وش رأيك؟ أنا أقول ثابتي وخير الأمور الوسط. يلا خلاص وياك. خلاص جايش اسمك ويانا في السحب، تستاهلين يا زهرة، وإن شاء الله نشوف من يفوز ويانا. مذكور ما تقصر. تسلمين يا زهرة، يعطيك العافية، حياك الله. مع السلامة. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا، واغلب الاجابات اللي قاعدة تجينا حتى من اللايف ما شاء الله صحيحه، ما يمديكم حتى تدورون من حتى ما يمديكم تدورون من النت. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا، ننتظر المكالمه الثامنه ويانا. سؤالنا شويه جاي عن قريب من منطقه وادي السيل، ننتظر المتصل الجاي وبنشوف لو يعرف معلومات عن وادي السيل ولا لا. مساكم الله بالخير. مساء النور ابوي. من معنا؟ سميرة الرومي وياك. يا مرحبا استاذة سميرة، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك ابوي. جاهزة حق السؤال؟ اي جاهزين ان شاء الله. سهل عاد السؤال. اسئلتي سهلة، وكل الناس اللي في اللايف قاعدين يردون علينا ويجاوبون على الاسئلة، شكله وايد اسئلتنا سهلة. ان شاء الله ان شاء الله. تعرفين مجامع وادي السيل استاذة سميرة؟ مجمع وادي السيل؟ اي اللي صوب المستشفى العسكري. اي نعم عارفه ابوي. انزين فتحوا في سينما قبل كم سنه بسيطه، مو بوايد بعيد. إيه نعم. تعرفين سنه كم بطلوا هالسينما؟ يمكن 2018. قبلها بكم سنه؟ خلينا نعطيك خيارات، 2014 2015 2016. 2015. لا غير الإجابة. أطفاء. لا تفرصي. الله يا الله يا سميرة. ها سميرة 2016 أكيد. تقولي قبل سنتين 2016. قلت قبل كم سنة؟ أنا ما قلت قبل سنتين، بس إذا أنت تبين ثبتين الإجابة ثبتيها. 2014. مو بعيد عن 2018 اللي مساعي قلتيها. بعيدة. لا اه 2016. خلاص مثبت 2016. ايه ثبت 2016. خلاص مثبت 2016 سميرة. ودش وياتنا اسمك في السحب ان شاء الله. تسلمين يا سميرة. ان شاء الله. يعطيك العافية، حياك الله. مع السلامة. مع السلامة. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا، والله ما احب احد يطلع ويانا زعلان. احنا حسابنا بروحه قاعد ننشر المحتوى الايجابي، ونبي الكل يكون إيجابي ويانا، ونبي الكل يفوز ويانا. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا، والسؤال الجاي جدا 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 سهل، يعني أتمنى اللي بيجاوب علي ما أعطي حتى الخيارات يا رب. ننتظر ويانا المكالمة التاسعة إن شاء الله تجهز بعد شوي، ومثل ما قلت لكم تقدرون تسجلون عن طريق موقع b4bh.com وسجلون اسمكم ورقمكم، إن شاء الله يحلفكم الحظ وتفوزون ويانا. مساء الخير. مساء النور. من معنا؟ معك دلال. يا مرحبا دلال، مبارك عليك الشهر. كيفك؟ مبارك علينا وعليك. شلون شهر رمضان وياك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دلال مستعدة حق السؤال؟ مستعدة. دلال سؤالك جدا 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 سهل، وقبل ما أخذ المكالمة قلنا حتى حق المتابعين إن السؤال اليوم جدا سهل، ويمكن ما أعطي المتصل خيارات، فأتمنى يعني إنك تعرفين الإجابة. إن شاء الله. متى يتم الاحتفال بيوم العمال في مملكة البحرين؟ تاريخ كم؟ 1/5. 1/5، 1 مايو أكيد؟ أكيد. 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 خلاص نثبت يعني؟ نثبت. خلاص نخلي اسمك ويانا في السحب يا دلال، تسلمين ويعطيك العافية. الله يعافيك. تسلمين. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا، وننتظر المكالمة العاشرة ويانا. مثل ما قلنا لكم قاعد نختار الاتصالات بشكل عشوائي من خلال الموقع، موقعنا الإلكتروني b4bh.com. السؤال الجاي حلو، حق واحد من معالم البحرين وايد ناس يعرفونه، يقع في المنطقة الشمالية المفروض. إن شاء الله نشوف المتصل الجاي عارف يجاوبه ولا لا. اكيد اكيد بيعرفنا ان شاء الله. نقول مساء الخير. مساء النور يا هلا اخوي. مرحبا، من معنا؟
معك حسن الجزيرة. يا مرحبا أخوي حسن، مبارك عليك الشهر. الله يبارك في حياتك أخوي حسن. سؤالك سهل وبسيط وإن شاء الله تعرف الإجابة بإذن الله. إن شاء الله. في دوار في جد حفص يسمونه دوار عبد الكريم، صح؟ دوار في جد حفص دوار عبد الكريم؟ إيه. أوكي. فوق الدوار ذي نصب دلموني من تصميم فنان بحريني. في فنان بحريني صمم هذه الدوار، في عليه نصب دلموني، كان لو تعرف تعرف شكله أو شيء. أبيك تقول لي من هالفنان البحريني اللي صمم هالدوار؟ راشد العريفي، راشد العريفي، راشد الحوطي، راشد الفاضل. أوكي. ها حسن. شلون خيارات أخوي؟ أجين. من الفنان البحريني اللي صمم دوار عبد الكريم أو الدوار اللي موجود في جد حفص اللي عليه النصب الدلموني؟ لا حسن لا تستعجل في الإجابة، لا تستعجل في الإجابة. يقول لك يا راشد العريفي يا راشد الفاضل. راشد العريفي. أكيد يا حسن. أكيد إيه. نثبت الإجابة، وكل المتابعين يقولون لك راشد العريفي وبعضهم يقولون لك الفاضل. إيه. لا العريفي إن شاء الله. أكيد. نثبت. لحظة. أنا أقول لك لا تغير إجابتك حسن، لا حد يقص عليك ويغير إجابتك. تمام. خلاص راشد العريفي. خلاص اجابتك صح يا حسن، وان شاء الله يدش ويانا اسمك في السحب. تسلم يا حسن. مشكور. ايوه وايد معالم في البحرين ما نعرف من مصممها، يعني عندنا معلم مثل المراش اللي صوب السلمانية والزنج، وايد معالم حتى مثلا هاي النصب الدلموني اللي موجود في جد حفص. يعني لازم نعرف هالامور اول باول علشان نعرف نقدر الفنانين البحرينيين اللي صمموا هالمعالم والنصب التذكارية. ما زلنا ننتظر المكالمة رقم 11، وإن شاء الله باقي أتوقع ويانا 5 مكالمات. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. باك عليك الشهر. علينا وعليك. من معنا؟ معك يونس. يونس يا حيا الله يونس، باك شلون رمضان وياك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. يونس مستلحق السؤال. ايه اخوي. تعرف مدينة زايد؟ ايه. انزين. متى تم افتتاح مدينة زايد؟ متى تم افتتاح مدينة زايد؟ اقول لك خيارات؟ حط من خيارات. 2001، 2000، 2002. اتوقع 2002. أكيد. لحظة. شو تقولون يا متابعينا اللي موجودين في اللايف، 2001 ولا 2002؟ 2001. يا يونس. نسمع تغشيش أكو. نسمع تغشيش ورا. ها يونس. 2002. ثبت 2002؟ ايه اخوي. للاسف اجابتك كانت خاطئه يا يونس، كانت اجابتك 2001 هي الاجابه الصح. ايه 2001 قلنا ده. 2001 قلنا احنا. علي 2001. ما علي ولا ازعلك، بخلي اسمك في القاعة يا يونس، ولا تزعل. ما تقصر. ولا زعل الشباب اللي وياك، سلم لي عليهم كلهم. الله يسلمك. حياك الله. الله يحييك. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا في اللايف وننتظر المكالمة رقم 12. والله ما حد بيزعل ويانا، ما حد بيزعل ويانا، الكل بيدش ان شاء الله في السحب والفول وفول الجميع الفوز بإذن الله. ما زلنا ننتظر المكالمة رقم 12. اذا جهز المكالمة خلكم قريبين دائما من التلفون علشان تردون علينا ويحالفكم الحظ وتفوزون ويانا ان شاء الله من خلال اللايف. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. من معنا؟ دانا عبدالله. يا مرحبا دانا، شخبار رمضان وياك؟ الحمد لله. قاعدين في البيت اهم شيء؟ ايه الحمد لله. مستعدة حق السؤال يا دانا؟ ايه ان شاء الله. تعرفين كاس الخليج؟ كأس الخليج. إيه. متى صارت أول دورة حق الخليج؟ سنة كم؟
أعطيش خيارات؟ أي 1970 1971 1972 72 لا يا دونا لا تستعجلين في الإجابة، عندك محاولة أخيرة. 1970 1971 1970 أكيد نثبت الإجابة. ساعدني شوي. قولي لي أثبت الإجابة ما ثبت الإجابة، ما تبين نثبت الإجابة بنغير الإجابة. 72 ساعة حلوة الإجابة كانت. 71 لا توج قلنا توج قلنا 70 أكيد مثبت 1970؟ إيه أكيد إيه. يلا من نحط اسمك ويانا في السحب وإن شاء الله تفوزين ويانا يا دانا، تسلمين. إن شاء الله مشكور. ما زلنا متواصلين وياكم متابعينا وننتظر آخر ثلاث مكالمات ويانا وبعدها إن شاء الله بيكون سؤال حق اللايف، ومتابعينا اللي موجودين في اللايف استعدوا علشان نشوف من يفوز ويانا في سؤال اللايف بعد شوي ان شاء الله. مثل ما قلت لكم طريقة التسجيل على موقعنا الالكتروني b4ph.com، مجرد انك تسجل اسمك وتخلي رقم تواصلك ان شاء الله بنتصل فيك باذن الله. ترى انا اشوف تعليقاتكم اول باول، فساعات تشوفوني اضحك على اشوف التعليقات اضحك عليها. مبارك عليك الشهر. على النوع عليك. من معنا؟ معك علي. يا حيا الله علي، شو اخبارك؟ الله يحييك، الحمد لله. شلون اللايف مالنا؟ اوكي الحمد لله. من ساعه من شوي قلنا السؤال كان عن كاس الخليج واللي انطلق في سنه 1970. نبي نعرف في اي دوله خليجيه انطلق كاس الخليج؟ في خيارات؟ والله ما يبي لها خيارات يا علي. البحرين اكيد يعني متاكد. اكيد 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 اكون متابعين في اللايف يقولون لك البحرين. تبي تصدقهم ولا يمكن يغلطونك؟ ما بتساعدنا شوي؟ والله انا اقول لك ثبت الاجابه. ثبت لأن الله يرحمه الشيخ عيسى بن راشد كان واحد من اللي أطلقوا هالدورة الله يرحمه. تسلم يا أخوي علي، بنخلي اسمك ويانا في السحب وإن شاء الله نشوف من بيفوز ويانا. تسلم. مازلنا متواصلين وياكم متابعين وننتظر المكالمتين الأخيرتين ونشوف من بيتصل فينا بعد شوي، أو من بالأحرى بنتصل فيه واللي شارك ويانا من خلال موقعنا. ان شاء الله بعد شوي بيكون سؤال اللايف، استعدوا حق السؤال وان شاء الله بنشوف من بيفوز ويانا من خلال اللايف او المكالمات. مبارك عليكم الشهر. انو عليك. من معنا؟ محمد. يا مرحبا فيك محمد، شلون رمضان وياك؟ زين. مستعد حق السؤال؟ ايه. يقول السؤال: متى وصلت أول رحلة تجارية من تضمة إلى البحرين في مطار البحرين؟ متى وصلت أول رحلة تجارية من تضمة إلى البحرين في مطار البحرين؟ وفي خيارات؟ في خيارات 1930 1931 1932. ساعدني شوي. انزين 1931 ولا 1932؟ 32. 1932 اجابتك صح. بنخلي اسمك ويانا ان شاء الله وبنسحب بعد شوي. أوكي. تسلم يا علي. متابعينا شوية وراجعين لكم إن شاء الله بنشوف. مفروض إن الحين الأمور أوكي، مفروض الفيديو شغال ولا؟
بس قولوا لي اذا اللايف شغال. اشوف كذا واحد يقول مشير عنده. اوكي قال اشوف انه حاليا اشتغل المفروض. انزين دقايق خلونا نرجع لكم، نرجع لكم ان شاء الله بعد شوي باذن الله. بناخذ اخر مكالمة بعد شوي وبنسحب على الفايز وبنسحب على اللي موجودين في اللايف.